فلذلك يا اخواني اوصيكم ونفسي بالاهتمام بالصلاه. نحن وفلذات اكبارنا اولادنا كلهم حتى هذا ولدي عبد الله بن حارث اصغر اولادي عندي 6 الحمد لله هذا اصغر من الذكور يعني. فانا من الامور في التربيه يا اخواني خليت يقرا لما يبدا هكذا وهذه المناشط الدينيه يترعرع على حب هذه الاعمال. الولد اذا بلغ 10 سنين ثم لا يصلي وش الحكم الشرعي؟ مروهم بالصلاه وهم ابناء 7 واغلبهم عليهم ابناء 10. ليس المقصد بدايه الضرب لا يعلم ضرب ما تجيب مثل وين عصاي؟ مثل هذه ضربه ما شاء الله لا شيء بسيط ضرب كذا بالادب حتى يفهم انه هذه صلاه مهمه. ولكن ما نبدا بالضرب لا لازم نوجه هكذا في البيت حتى الولد يحب الصلاه يحب العباده ما فقط الذكور يا اخواني الاناث في البيت. الله يحاسبنا يا اخواني عندنا مشكله هذا غذاء الدسم كما قلت الصلاه عندنا مشكله في مجتمعاتنا كثير من اولادنا الان ما اهتموا بالصلاه يتاخرون هذا خطا فادح واللعنه والعياذ بالله مثل ما سمعت الله اعلم. اذا عندك واحد في البيت ما يصلي جميع اهل البيت يصيبهم اللعنه او ما يهتم بالصلاه. المشكله ما انه ما يصلي وتقول انا اخبرته ووعظته. المشكله نحن ما بدانا في التربيه من البدايه. فمن البداية لو عندك شغالة في البيت ما تصلي أنت مسؤول. دائما أنا أفضل أهلي عندنا شغالة من أوغندا عندها قراءة ما صحيحة ضروري نهتم حتى بالخاتم في بيتك أنت. الواجب علينا نحن نذهب إلى الناس نزورهم في أفريقيا